التصوير الفوتوغرافي والفيديو فيه خلاف وتفصيل، أما بالنسبة للنساء فإنه لا يجوز في حقهن لكثرة الآثار السلبية المترتبة عليه. ذكر لي أحد رؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم ضبطوا أحد محلات الفيديو المخالفة، وجدوا لديه 16 شريطا أصولا ينسخ عليها لحفلات أعراس للنساء في الصلاة والبيوت. وحدثني أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم ضبطوا عصابة تنسخ وتبيع أشرطة سيدي تحتوي على حفلات أعراس نسائية على مستوى المملكة، وضبطوا بحوزتهم قرابة 100,000 شريط والعياذ بالله. يطلب الكثيرون مصورة لتقوم بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو وتقوم بعد ذلك بإعداده في المعمل، ولا تسلم هذه المعامل من انكشاف الصور للرجال. وقد أخبرني أحد الدعاة أنه وجد عند محل تصوير ألبوما مليئا بصور النساء في ليلة الزواج، وتطلب المصورة من الزوج القيام بكل وقاحة أن يكونوا على أحوال مختلفة، وأسوأ من ذلك قبول الزوجين لطلبها. وبعض النساء تقول أنا لن آتي بمصورة، وإنما سيكون تصويرا شخصيا ثم أتلفه عاجلا. وأقول جوابا على هذه الشبهة استمع إلى هذه القصة. حدثني أحد الدعاة أن امرأة من بيت كريم وأسرة محافظة سرق بيتها وسرقت الأموال التي كانت في الخزانة الخاصة، وقالت متحسرة لم أحزن لسرقة البيت، وإنما حزنت لسرقة شريط الفيديو الذي كان في الخزانة وفيه صورتي وصور أخواتي وهن على أحوال مختلفة. وهذه امرأة أخرى كانت حريصة أن تتولى تصوير العروس بنفسها، ولكنها نسيت كاميرا الفيديو في قاعة الاحتفالات. ومن أسوأ أنواع التصوير التساهل في دخول جوال الكاميرا والتصوير به، قد يكون بحسن نية أو بسوء نية. ومن سذاجة بعض النساء حرصها على تصوير ما يعجبها من التصاميم التي تراها على النساء، والطامة إذا أرسل بخاصية بلوتوث انتشر إلى ما لا يعلم مداه. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.